بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا دائما في الهنا والصحة وراحة البال يا رب. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد أكلة خفيفة، واحد الوجبة خفيفة صيفية وفي نفس الوقت لذيذة بزاف، وكتصوب بالسهولة. باش نبدلو مرة نبدلو، كثريا دابا مع الحال سخون خصنا نبقاو نبدلو كل مرة نديرو شي حاجة جديدة. وهاد الأكلة راها جديدة وسهلة ولذيذة في نفس الوقت. بسم الله على بركة الله. نوريكم بعدا واحد طويجين اللي درت، طويجين ديال الغداء. بسم الله، هاهو الطويجين ديالنا. طويجين درت فيه السلاوي، هادشي علاش بغيت نوري لكم. هاد السلاوي راه مزيانين، هادي هي وقتو دابا، وقت ديال الصيف والسلاوي عندنا جديد وطري، خصنا دائما نتناولوه في الصيف. هاد السلاوي خصنا ناكلوه ونديرو منو الوصفات. راه درت فيه واحد الوصفة، نيت درت فيه جوج وصفات. كنت درت وحدة ديال الشتا ديال السلاوي كارم، ودرت دابا ديال الصيف. راه درتها حيت كانوا طالبينها مني البنات، وفي نفس الوقت كنديروه فكناكلوه. السلاوي مفيد لينا للذات ديالنا بزاف، فكثريا في هاد الوقت. وهادي هي الوقيته ديالو، هادي هي الطويجين. درت فيها اللحم البقري، درت فيها السلاوي طبعا بصلو مطيشه، سلاوي البطاطا. حنا لا بدا من البطاطا في الطاجين، شويه د الجبانه، وكاين الفلافل بالالوان، هذا الشيء غير التزيين. وكاينه فلفله حاره، انا لا بدا من الفلفله حاره، عزيزه عليا الحار، اكثريه في الطاجين وفي الكسكسو وفي الحوت. يلا على بركه الله. هذه هي الوجبه اللي غادي نقدم لكم اليوم، اللي كتكون الوجبه ديالنا. كتكون المقادير ديالها، عندنا واحد الكميه ديال اللحم ديال لاداند، عندنا الصدر ديال لاداند واحد الكميه، وعندنا البصله مفرومه. هذه البصله البيضاء اللي درت مفرومه، تقريبا واحد البصله شويه متوسطه ولا جوج صغار، كتفرميهم كتقطعيهم رقاق. هادو هما المكونات. عندنا شويه ديال القزبر ومعدنوش، عندنا شويه ديال الفرماج، وعندنا ياغورت طبيعي من دون السكر اللي مسوس، وعندنا الزيت العود طبعا، وعندنا شويه ديال الصوص الصوجة. هاد الصوص الصوجة كيجي لذيذ في هاد الوصفه، هي باش كنخدموا هاد الوصفه كيجي فيها لذيذ بزاف، وكيتواتى مع هاد المكونات. وما ننساش لكم عنده شويه ديال الثومه حتى هي، كنزيدوا شويه ديال الثومه على هذا باش ما دابا كنزرب باش ما نعطلكمش، باش ما نطولش عليكم فيديو. كندير شويه ديال الزيت، شويه ديال الزيت بلديه باش الاكله ديالنا تكون صحيه. شويه الزيت البلديه طبعا، كنديروا معانا معها شويه ديال الملح. هاد الوجبه هادي كتكون فيها الملح والابزار، ما كنديرش التوابل الاخرى. الملح والابزار كل واحد على حسب قياسه، كل واحد والقياس ديالو في التوابل. كندير شويه البزار، انا شويه كندير البزار بالزايد حيت انا كنبغي الحار. هادشي اللي عندنا في التوابل، كاين شويه ديال الملح وكاين الابزار، هادو هما التوابل اللي عندنا. وكنديروا واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، غير شويه اللي قطعناهم رقاق. كنخلطوا المكونات، كنخلطوا بحال هكا. ثم كنزيدوا شويه ديال الصوص، الصوص الصوجه. كنديروا واحد الكميه قليله، تقريبا واحد معلقه صغيره، ولكن انا كندير غير عيني ميزاني حيت عارفه القياس اللي كندير. كندير عيني ميزاني تقريبا معلقه، المبتدئات والبنيات ديالنا يبداو يعبروا معلقه صغيره باش ما يكثروهاش، حيت هذا الصوص الصوجه ما خصناش نكثروا منها باش ما يجيش المذاق ديالها قوي. ولكن هذا انا هذه هي اللي كتعجبني، المذاق ديالها شويه ما مجهد، وكتواتى مع هذا الياغورت ومع هذا ومع الفرماج ومع هاد المكونات، كتواتى معاهم.
كنخلطوها كنخليوها كتشحر بسم الله باش نمشيو لهاد البطاطا تاع هي. عندي واحد ثلاثه د البطاطات تا هما درتهم مع الماء حتى تسلقوا. دابا غنحيد لهم القشره ديالهم، حيد لهم القشره ديالتهم بحال هكا باش يزيد ساهل مع باقا سخونه. كنهز الفرشيط وكنشد بها البطاطا وكنحيد ليها القشره بحال هكا. كتجينا سهلة بحال هكا، هاهي تقشرات بسهولة. كنقشرو البطاطا ديالتنا كلها بحال هكا. البطاطا ديالتنا ملي كنقشروها كتجينا بحال هكا، هاهي البطاطا ديالتنا ملي قشرناها. كنهزوها كنحكوها في الجهة الغليظة ديال الحكاكة، كنحكوها كلها في الجهة الغليظة ديال الحكاكة. الطروف اللي كيطيحو لينا كنهزوهم نعاودوهم نحكوهم باش كتجي كلها بحال بحال. كنحكوها هكا باش كتجي لذيذه وما كتجيش مبغوجه، ما خصهاش تجي معجنه، خصها تجي غير هكا. واخا طايبه خصها تجي غير هكا محكوكه، ما تجيش لينا معجنه. شفتوا ها هي كيفاش كتجي ملي كنحكوها؟ كتجي على هذا الشكل، ما كنعجنوهاش، كنزيدو عليها شويه ديال الملح، كندير فيها الملح شويه. اللي بغى التوابل اللي بغى اللي كيبغي التوابل الاخرين يمكن له يزيدهم، ولكن انا كندير فيها الملح صافي. كنخليها جنب كنمشي البدن ديالنا. هو دابا قرب يطيب، كنزيد عليه هاد الكريمه، كنزيد عليه الكريمه. وكنحرك في نفس الوقت كنزيدو شويه، كندير النص ديال هاد الفرماج والنص اخر كنخليه حتى كيطيب، كطيب لينا الوجبه ديالنا. عاد كنزيدو فرماج اخر. دابا كندير غير واحد شويه باش كتعلك لينا، كتجي معلكه مع الكريمه، كتعطي واحد التعليكه لذيذه بزاف، ومع التوابل كتجي لذيذه ولذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها هاد الاكله، راها زوينه ولذيذه ويبغيوها الدراري. ديروها لوليداتكم راه ياكلوها لكم. اكثريه اللي ما كيبغيوش البصله وما كيبغيوش هاد التوابل دابا مع هاد الوصفه غادي ياكلوها. البصله ما كتبقى كاع مازال تبان البصله، لا البصله ولا الثومه، وهما صحيين خصنا نعطيوهم لوليداتنا وناكلوهم البصله والثومه. دابا مع هاد الوصفه ما كتبانش فيها، مع فيها الفرماج وفيها الكريمه ما كتبانش فيها البصله والثومه، وما كيبانش كاع ديك التوابل ما كيبانوش اصلا. التوابل فيها الملحه والابزار صافي، هما اللي التوابل. هذيك الثومه وسميتو البصله ما كتبقاش تبان. كنخليوها حتى كتشرب شويه، ها هي كيفاش كتجي. كنخليوها حتى كتشرب شويه عاد نكملوا. نوريكم دابا الطريقه كيفاش كنصيب البطاطا. كنهزو واحد المقله صغيره في الحجم قد هادي، كنعملو فيها شويه ديال الزيت البلديه اللي هي زيت العود. ديروا ليها هكا، هي اصلا ما كتلصقش ولكن مزيان ديروا فيها الزيت العود. الزيت العود صحي باش كتشربوا ديك البطاطا وكطيب وكتاخذ اللون ديالها. كنهزو ديك البطاطا ما هي اللي حكينا ودرنا فيها شويه ديال الملح، كنديروها في ديك المقلاه نحطوها بحال هكا. الا كانت كثيره كنديروا فيها جوج ديال
الحطات الا كانت ما كتيرهش كنديروا فيها حطه واحده. انا درتها كلها، درتها غير في حطه واحده، الجهد ديال ديك ثلاثه ديال البطاطا درتها كلها في حطه واحده. الا بغيتيهم ما يكونوش غلاد وما يكونوش كبار بزاف، ديري انت غير ديري هذه الكميه قسميها على جوج. اللي بغى يجيوها هذا الفطائر ديال البطاطا، اللي بغى يجيو شويه رقاق والصغار قسم هذه الكميه على جوج او حتى ثلاثه، راه تجي لك راه هذه الكميه راها كثيره، تجي لك حتى في ثلاثه. طيبيها على ثلاثه ديال سميتو الافراد، بغيتي تقسمي على الوليدات ديريها على ثلاثه ولا اربعه ديال الافراد. هادي راه تقسميها هكا على اربعه، كتجي على اربعه ديال الافراد. انا درت هكا باش تجي حجم عائلي. هي يمكن لك تلعبي بها كيما بغيتي، بغيتي ديرهم صغار بغيتي ديرهم كبار، كيما بغيتي تلعبي بها لعبي بها. الا درتيهم صغار كتحطي الدراري كتحطي ليه كل واحد كتحطي ليه وحده ديالو في التبصيل ديالو. كتقاديها بحال هكا باش كتاخد الشكل ديالها. كنخليوها حتى كتاخد لينا الطياب ديالها من التحت، من بعد ملي غادي تطيب لينا من التحت كنقلبوا عليها هكا التبصيل وكنطيبوها باش كنرجعوها تطيب في الجهه اخرى. هذه هي الفطيره ديالتنا، ها هي كتجي غزاله بزاف. ها هي طابت من الجهه الاولى، طلبت لينا من الجهه الاولى، دابا قلبناها بالتبصيل. هيا دابا كطيب من الجهه الثانيه، ها هي كيف كتجي، كتجي غزاله وغزاله بزاف. شفتوا الاخوات شفتوا كيفاش كتجي، واحد المنظر غزال كتشهي. هذه هي الفطيره ديالتنا ديالت البطاطا، ملي كطيب كتجي بحال هكا، كتجي غزاله تاكلها غير هكا، دير عليها بحال مايونيز ولا شي كريمه للدراري يقدروا ياكلوها بحال هكا. يقدروا تاني تزيدي عليها هاد الوصفه اللي صيبت، هاد الموس ما كيتقطع والو في غير المنظر. كنقسموها بحال هكا على النص، كيفاش انا كنقدمها كنقسمها على النص بحال هكا. غير باش نتفنوا في التقديم، راه كل واحد يقدمها كيف ما بغى، غير كل واحد والتقديم ديالو. كنديرها بحال هكا هي، كناخد داك لاصوص، كناخد داك لاصوص كنجيبو هكا وسط. هذه هي الوصفه الوجبه ديالتنا ديال اليوم، هذا هو الطبق النهائي ديال التقديم، كيجي بحال هكا كل واحد وكيفاش كيقدم. انا كنفضل نقدمه بحال هكا. كنتمنى تجربوا هذا الطبق، هذه الوجبه راه كتجي غزاله وغزاله بزاف. ها هي كي كتجي كتكال بحال هكا بحال هكا، كتجمعيها هكا وكتاكلي. هو هذا الطبق ديالنا كيجي بحال هذا الشكل، كنتمنى تجربوه، وإلا جربتوه صيفطوا لي التعاليق وردوا عليا الخبر كيفاش جاكم. كنتمنى تشجعوني
واللي باقا ما اشتركتش في القناة كنتمنى تشارك وتبارطاجي الفيديو مع صحاباتها والصديقات ديالها والعائلة ديالها باش دائما تصلوا بالجديد ديالي. وإلى اللقاء، إلى الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.